واللوكال مالجنت كان في ورم خدناه منه اسمه اوستيو كريستوما صح؟ حتى في الجروس في كده منظر ايج شيل كراك اكسسيشن صح؟ في الاكس راي صوت بابل ابيرنس كده الكلام ده ماشي. وكان في الميكروسكوب عباره عن جاينت سيل ونيوبلاستيك سمول سيلز مش كده؟ الجاينت سيل فيها من 10 ل 100 ايه؟ ل 100 نواه. واتكلمنا في الماليجنت عن ورم اسمه اوستيو ساركوما حتى اللي هي اسمها اوستيوجينيك اوست ساركوما. قلنا في الجراس ليج اوف ماتون ابيرنس فاكرين؟ عامل زي فخده اللحمه كده تمام؟ وقلنا في الاكس راي ليها منظر كده صن راي ابيرنس وكودمان تراينجل صح؟ بعد قلنا في منها فرايتيز انواع بس اللي كان مشروح في الجدول عندكم اللي هو الاوستيوجينيك. في نوع اسمه اوستيوليتيك، في نوع بيطلع من الصب ريوستر اوستيوبلاست ماشي؟ في نوع في هايلي فاسكور هي اصلا فاسكور امور فاسكور كمان اسمه تلانج كتاتيك اسمه ايه؟ تلانج كتاتيك. في مشاكل؟ هنزود بقى النهارده كمان في حاجه اسمها ادمانتينوما. ده خدنا مع اللوكال مع اسماء اللوكال مالجنت تيومر اللي بيطلع في المندبل صح؟ وبيطلع في المجزلة هقول لكم ايه القصه بتاعته. وهناخد كمان مع المالجنت البون مارو تيومرز. بص معايا. نبدا بس كده في ورم صغير كده اسمه ادامانتينوم اسمه ايه؟ ادامانتينوم. بيطلع منين ده؟ يقول لك السنه نفسها في طبقه اسمها اناميل ماشي الطبقه بتاعت اللي هي السنان دي فيها خليه اسمها اميلوبلاست. دي نورمال السيل اللي موجوده في طبقه الاناميل اللي موجوده فين؟ في السنان ماشي؟ قال لك الورم لو طلع من الاميلوبلاست بيسموه اميلوبلاستوما. او الاسم الثاني ادامانتينوم. قال ده لوكال مالجنت تيومر بيطلع من الاميلوبلاست اللي موجوده فين؟ طب استنى هو السنان دي مش موجوده في المجزلة فوق، موجوده في المندبل تحت. فممكن الورم ده يطلع في المجزلة او يطلع فين؟ في المندبل، اي حته فيها اسنان، فهمت قصدي؟ شكله عامل ازاي؟ قال لي جروس ومايكروسكوبك. قال لي جروس زي الاوستيوكلاستوم. يعني ايه زي الاوستيوكلاستوم؟ سوفت فليشي ماس with areas of hemorrhage necrosis with cystic appearance ماشي cystic mass في hemorrhage necrosis ماشي ومايكروسكوبك اللي عامل زي البيزل سيكارسينوما. يعني ايه كان ايه البيزل سيكارسينوما؟ قال عباره عن كلاسترز من ديزوفيليك مالجنان سيلسا with outer ها باليسيدنج في الكلام ده بالظبط. يعني حتى لو جيت تشوف شكل الايه المالجنان سيلز عامله ازاي فيها بص منظرها دي كلاستر مالجنان سيل ماشي. الخلايا في طرفها عامله ازاي؟ عامله صفوف كده اسمه اوتر ايه؟ اوتر باليسيدنج بيزوفيليك ماس وذ اوتر باليسيدنج. طب البيزوفيليك ماس دي عباره عن خلايا نوعية مالجنان سيلز وليها اوتر عامله بالظبط زي مين؟ زي البيزوفيليك سيل ايه؟ كارسينوما. برضه ليه منظر تاني الورم ده لو حبينا نشوفه اهو بصوا عامل ازاي؟ دي الاميلوبلاستوما ليها منظر تاني برضه ده بيطلع في المندبل ده واحد عنده في المندبل اهو ادامانتينوما. مش عامل ازاي مدمر المال شوف طالع شوف الفك فين والسنان فين بص على تاني كده يعني شوفوا المندبل اصلا فين السنان تحت وشوف الورم طالع لحد فين ده برضه نوع منين ده لوكال مالجنت اسمه ايه ادامانتينوما. يعني صعب يجيب سؤال زي ده بس بقول لكم ايه القصه بتاعته يعني. في برضه ورمين بيطلعوا في البومر ورم بنسميه اول ساركوما ومالط ومايلوما. بس اول ساركوما مالتيبل ايه؟ مايلوما. ساعات بيسموها اسم تاني ريتيكولوم سيل ساركوما. اسمع حاجه اسمها ار اس ريتيكولوم سيل سيستم ده موجود في البون مره. ده ورم الاورجن بتاعه من الار اس اللي موجودين الاورجن بتاعه هنا
ده بيطلع من الريتيكولو اندوثيليال سيلز اللي موجودين فين؟ في البومبار. اسم الورم ده ايوينج ساركوما او ساعات اسمه اسم تاني ريتيكولوم سيل ساركوما. مالتو مايلوما ده مالجنان تيومر بيطلع من البلازما سيل، الاورجن بتاعه بيطلع منين؟ فروم بلازما سيلز. ماشي، ادي ايه ورمين الاثنين بيطلعوا منين؟ في البومبار. بس واحد المنشا بتاعه مين؟ البلازما سيل. واحد المنشا بتاعه مين؟ الار اي اس بتاع مين؟ او ريتيكولوم سيل سيلز اللي موجوده فين؟ في البومبار. والاثنين مالجنانت. ماشي، الاثنين مالجنانت ايه؟ تيومر. السن بتاعهم قال لي الاول ساركوما بتيجي من 5 ل 20 سنه. المالتي مايلوما فوق 40 سنه. ماشي؟ يعني تيجي يعني ما هو ساركوما صح؟ مش ساركوما بتيجي في لونج ايج. دي بتيجي في لونج ايج ودي بتيجي ايه؟ في الايه؟ في السن الكبير اولد ايج. بصوا معايا. شكله عامل ازاي الورم؟ بص. نيجي هنتكلم على الايوينج ساركوما. دلوقتي هو بيطلع في البومر صح؟ هو البومر ده في اللونج بون، فاني حته في اللونج بون؟ في الشافت بتاعهم صح؟ جوه المدلر الايه؟ كافيتي. فادي العظمه اهي. وهنا المدلر الكافيتي يقول لك ايه؟ سوفت فليش ماس. بيطلع فين؟ في المدلر الكافيتي. الجزء اسمه ايه؟ انهي حته في العظمه؟ بايبسس. من الغطا بره دي هنا. يا اخوانا ده بريوستيوم. قال لك الورم بيطلع في الدايبسس، في الايه؟ في المدلر الكابت، وبيقرود الدايبسس بياكله ويزق البريوستيوم. فيقول لك ايه؟ لما بيجي يزق البريوستيوم، البريوستيوم الاسترتشنج بتاعه بيعمل نيو بون فورميشن. مع كل زقه في البريوستيوم يعمل طبقه نيو بون. بس المنظر عامل ازاي؟ الورم بيطلع فين دلوقتي؟ في المدلر الكابتي، وبيقرود الايه؟ الدايبسس، وبعدين بيزق البريوستيم. كل ما يزق البريوستيم يعمل طبقه نيبون، طبقه نيبون، طبقه نيبون، طبقه نيبون. ويدي منظر كده بيسموه في الاشعاعات اونيون سكن ابيرنس. بيسموه ايه؟ اونيون سكن ايه؟ ابيرنس. يقول لك يعني عامل شبه قشره الايه؟ البصله يعني. طب يعمل ايه معلش؟ كندي ايه؟ اه ماشي، عامل زي ايه؟ زي ايش؟ طب كده تالت اكس ري ابيرنس، صن ري ابيرنس. ماشي، هولي كومب ابيرنس او بيسموه الصوب بابل ابيرنس. الصن ري ابيرنس ده خدناه فين؟ في الاوستيوكوما. صوب بابل ابيرنس ده فين؟ اوستيوكلاستوما. اونيون سكين ابيرنس عامل زي قشر البصله كده، ده موجود في مرض اسمه ايوينج ايه؟ ايوينج ساركوما. تيجي تبص مايكروسكوبك ان الخلايا بتاعته عامله ازاي؟ قال لك يونيفورم راوندد سيلز. هي مالجنان سيلز، شكلها غريب شويه. يونيفورم راوندد ايه؟ سيلز، وفيها هاي اماونت اوف ايه؟ اوف جلايكوجين. والخلايا مفصوله عن بعضها بفاسكولار ستروما ومعاها اريز اوف هامرز وايه؟ ونكروز. ما هي ساركوما يعني خلايا كلاستر ولا سنجل؟ قال لك الخلايا نفسها سمول يونيفورم مالجنان سيلز وسيبريت بفاسكولار ايه؟ كونكتد تيشو ستروما. في بعض الكتب تقول لك ايه؟ عامله شبه الليمفوسايت. شبه مين؟ يعني فيها سيميلاريتي مع مين؟ مع الليمفوسايت، التشابه بتاعها في الشكل نفسه. المالتو مايلوما لو تيجي تبص عليها هتبقى عامله ازاي؟ بصوا. واخدين بالكم المنظر ده؟ بيقول لك ايه؟ بينك ماسز بتنفلتريت الفلات بونز بتاع الاسكال والاسترنال وبتعمل ايروجن في البون. وبتيجي في الاكس راي بتعمل حاجه اسمها فيلنج ديفكت. يعني ايه فيلنج ديفكت؟ فراغ في العظمه. خلي بالكوا احنا خدنا برضه امراض فيها فيلنج ديفكت قبل كده. يعني فراغ اسود في العظمه زي ايه كده؟ الايه؟ لا سيست، بون سيست او فراغ في العظمه. فايبرس ديسبلاسيا فاكرين؟ قلنا دي سيست في العظمه بس مالهاش سبب صح؟ او ها فون ريكلينهاوسن ديزيز. ماشي، او اسمها اوستايتس فايبروزا ايه؟ سيست، فيها بون سيست برضه مش كده؟ ومالها فايبرس ايه؟ ديش. مالتو مايلوما برضه فيها بون سيست، في مرض تاني فيه في بون سيست كده في السكال برضه. الجمر بتاع السيفلس جدع. ماشي، على فكره اول ما تشوف المنظر ده كده او يعني واحد جالك في الاشعه بتاعته، اولا بيجي وشه كله كلاكيع. الفيس بتاعه المنطقه بتاعت الايه؟ الفور هيد والسكال فيها كلاكيع. فانت مش عارف كده الكلاكيع دي ممكن تبقى الجمر بتاع السيفلس، ممكن امارتون مايلوم. بتعمل ايه؟ طب من عين لقيت السيفريتيك رياكشن خلاص دي جمر بتاع السيفلس. لقيت مالجننت بلازما سيلز يبقى دي مين دي؟ قال لك يبقى دي مالتيبل ايه؟ مايلوما. بتبان بالظبط عامل زي الجون بتاع مين؟ بتاع السيفلس. برضه ليها منظر تاني اهي.
مش منظرها عامل ازاي؟ شايفين الكنكه الصغيره دي؟ دي كلها ايه؟ مالتو مايلوما. ايه مشكله المالتو مايلوما؟ ايه مشكله المالتو مايلوما؟ انها بتاكل عظم. بتاكل الايه؟ العظم. ركزوا مع بعض كويس في الاول ده. يعني في الكتاب مش كده بقى. اي حاجه بتاكل عظم ايه الكومبليكيشن بتاعتها؟ يعني يا اما ثانويات في عظمه يا اما ورم بياكل العظم. ركزوا معايا بقى. ماشي؟ البون ديستراكشن ده ممكن يكون بحاجه من اثنين، يا اما بمالتو مايلوما او بون سكندريز. بون سكندريز منين؟ بلاد بورن سكندريز. مش كلام؟ واحد عندها بريست كانسر، واحد عندها كانسر، واحد عنده كانسر كدني، كانسر بلادر، اي حاجه من دول ممكن يعملوا ايه؟ واحد بون بين الم. ماشي؟ حتى بيسموها في الثانويات يعني بيقول لك دايما السرطان اشوف فيه الم. ايه اللي بيعمل سكندريز في العظم؟ بقى في سفير بين، بيسموها التيرمينال كانسر بين، هي بيسموها كده بون بين. العظم بقت هشه، باثولوجيكال فراكشر. خلي بالك عظمه بالمنظر ده كده وكلها فراغات، صح كده؟ عظمة هشه صح؟ باثولوجيكال ايه؟ فراكشر. ثلاثه، العظم اللي اتاكل ده راح فين؟ مش في كالسيوم؟ هيخش فين اخوانا الكالسيوم ده؟ هيروح على الدم، يعني هيعملها هايبر كالسيميا. طيب الكالسيوم راح على الدم ده هيعمل ايه؟ هيترسب في الانسجه، يعمل ميتاستاتيك كالسيفيكيشن. خمسه، ايه اللي جوه العظم هنا المفروض؟ البون مارو صح؟ طب دلوقتي عندك ورم خبيث طالع في البون مارو او سكندرز في البون مارو، هيحصل ايه؟ بون مارو ريبليسمنت صح؟ بايه؟ مالجنان سيلز، ما عادش في بون مارو. العيان ده ممكن يموت من سيفير انيميا. ماشي؟ يعني بيسموها ديت مايلوفيسك انيميا. بعد كده مش فاهم يعني ايه الكلمه دي. اصل في ناس بيقول لك ابلاستيك انيميا، يعني دي الانيميا نتيجه ديبريشن فين؟ في البون مارو، مش كده؟ قال لك لا، في الانيميا بتاع البون مارو نوعين، ممكن البون مارو موجود بس مش شغال، اسمها ابلاستيك انيميا. يعني في ابلاستيك انيميا يعني واحد كان بيتعرض لاشعاع، واحد بياخد علاج كيماوي بتاع، البون مارو موجود بس الكيمو ثيرابي او الراديشن اللي اتعرض له ده وقف البون مارو خالص، دي اسمها ابلاستيك انيميا، ما هوش شغال. البون مارو موجود بس مش ايه؟ مش شغال، اسمها ابلاستيك. يعني مش بسالك البون مارو انيميا انواعها ايه؟ قول له ممكن تبقى ابلاستيك او مايلوفيسك. قول له سيادتك والله ممكن البون مارو انيميا دي ممكن نتيجه ديبريشن او انهبيشن للبون مارو او نتيجه ريبليسمنت اوف بون مارو. ديبريشن البون مارو براديشن، بتوكسن، باي حاجه، تمام؟ او البون مارو موجود بس مش شغال، دي اسمها ابلاستيك انيميا. او في مالجنان سيلز بدات تريبليس البون مارو ده، دي في حالات السكندرز او ورم طالع منين؟ من البون مارو نفسه، اسمها مايلوفيسك ايه؟ انيميا. يعني سواء مالتو مايلوم او سواء ثانويات في العظمه هيبقى فيها ها؟ بتاكل في العظمه صح؟ بون بين، باثولوجيكال فراكشر، هايبر كالسيميا، ميتاستاتيك ايه؟ كالسيفيكيشن، والورم اصلا ده بون مارو تيومر، بالاضافه كمان انه بيروح على الفلات بون، هو اصلا طالع كمان فين؟ في المدلل ايه؟ كافيتي، فبيحصل بون مارو ايه؟ ريبليسمنت، اسمها مايلوفيسك ايه؟ انيميا. وبنزود في المالتو مايلوما حاجه كمان، مين يقولها لي؟ شاطر بقى يقولها لي. طبعا مش كده؟ بنزود في المالتو زائد في المالتو والمايلوما، هنزود هنا ايه؟ ها؟ عايز اسمها ايه؟ برايمري سيستميك مايلودوزس زائد بنز جونز بروتينوريا. ايه الكلام ده؟ لو العيان ده عنده نوع من البروتين بيزي في اليورين، البروتين ده المصدر بتاعه جاي منين؟ قال لك ما هو دي مالجننت بلازما سيلز. المفروض البلازما سيل بتطلع امينوجلوبولين، صح كده؟ قال لك دلوقتي البلازما سيل اتغيرت، الخبيث خلايا خبيث بقت تطلع انواع من البروتينات بس مش امينو ايه؟ جلوبولين، والبروتين ده بيزي في البول. جم الناس لو اثنين علماء بنس جونز دول لو ان البروتين ده بيجي عند 55 درجه بيسخنوه، بيعملوا اتيست عليه، لو اتجمد رجع تاني طبعا التسخين شغال، اول ما وصل عند 85 درجه داب. ماشي؟ جم شالوه من على الايه؟ من على النار وبدا يبردوا البول تاني، بدا يتجلط الايه؟ البروتين ده. فقال لك البروتينات اللي موجوده في حالات المالتو مايلوما دي سموها اسمهم بنز جونز ايه؟ بروتينوريا. نوع من البروتين بينزل في البول وهم بيسخنوا البول، يجي عند 55 درجه يحصل له كواجيوليشن.
عند 85 درجه يدوب لحد الغليان بقى، يشيلوا البول تاني من على الايه؟ من على النار، يسيبوه يبرد يتجلط ايه؟ يتجلط تاني. يسموها دانس جونز بروتينوريا. يبقى العيان اللي عنده مالتو مايلوما ايه مشكلته؟ واحد الم في العظم، اثنين ها بصلوش كفراكشن عظمه ما بدهاش، صح، ثلاثه ها هايبر كالسيميا ادت الى ميتاستاتيك ايه؟ كالسيفيكيشن، وبعدين انيميا بون مارو انيميا، صح كده؟ مايلوفسيسك. ايه تاني؟ زود بقى في مالتو مايلوما فيها برايمري سيستميك امايلويدوزس وفي بينز جونز ايه؟ بروتينوريا. فهمتوا يا اخوانا؟ طب ايه الافكت اوف بون سكندريز؟ الافكت ما احنا قلنا دلوقتي بون بين باثولوجيكال فراكشر انيميا كالسيفيكيشن ماشي يا اخوانا، هايبر كالسيميا. فهمتوا يا اخوانا؟ دلوقتي لو احنا جينا على اورام العظم تاني كده بسرعه، هما بنعمل ماليجنت صح؟ هنتكلم عن ماليجنت بس كلمه صغيره. الماليجنت ممكن يكون ايه او ايه؟ برايمري وسكندري صح؟ دلوقتي البرايمري زي ايه؟ يعني مثلا اوستيو ساركوما مش كده؟ ده برايمري. كوندرو ساركوما، بوم مارو تيومر. طب مين هم السكندريز؟ قال لك واحده عندها بريست كانسر، بريست في كانسر في البلادر، كانسر في الكبني، اي حاجه بيت سنوات فين؟ في العظمه. طب مين الكومون؟ البرايمري بون تيومر ولا السكندري؟ ده الموست كومون. طيب اوف مالجننت بون تيومرز ماشي. فاكرين في الليفر كان في برايمري برضه ايه؟ وسكندري، والبرايمري كان الهيباتوما مش كده؟ والسكندرز مين الاكثر، برايمري ولا سكندري؟ السكندرز. السكندرز في الليفر هي اكثر منين؟ اكثر من برايمري. نفس الكلام في العظم، السكندري بون تيومر في البون اكثر منين؟ هي الموست كومن عن الايه؟ عن البرايمري. صعبه؟ في اي مشاكل؟ فيها مشكله يا اخوانا؟ في مثال عندك في الامتحان، قارن بين الاوستيوساركوما والاوستيوكلاستوما، ادي سؤال ماشي. المالتو مايلوما ممكن تسال لوحدها، ما جاتش قبل كده، ممكن ايه ويلك؟ ممكن. في سؤال ثاني، افكت اوف بون سكندرز، الافكت بتاعت مين؟ البون سكندز. واخر يعني كان اخر حاجه السنه اللي فاتت كان قال لك قارن لي، اعمل جدول مقارنه بين الاوستو ساركوما والاوستو ايه؟ كلاستوما. ده بيجي في سن قد ايه؟ بيطلع من انهي خليه؟ ده الجروس بتاعته، الاكس راي عامله ازاي؟ الميكروسكوب فايندنج بتاعته. رجع السنه اللي فاتت سؤال مقارنه بين الاوستو كلاستوما والاوستو ايه؟ ساركوما. مش موجوده في الكتاب عندكم المقارنه دي. ماشي؟ برضه خلي بالك في مقارنه ثانيه زودناها اللي هي بين الاكيوت هيماتوجينس اوستيومايلايتس والاكيوت تروماتيك. برضه ايه الفرق بينهم الاثنين؟ دي بتيجي فين وبتيجي فين؟ في بقى حاجات كده ايه؟ صغيره عايزين ايه نتكلم عنها في البطن في البون كده، بس يعني ايه مش حاجات الكومن قوي. يعني ايه ارثرايتس؟ وجع ولا التهاب؟ انفلاميشن اوف جوينتس. الانفلاميشن بتاع الجوين ممكن يبقى بايوجينيك ارثرايتس، ممكن روماتويد او روماتيك او جوتي او اوستيو ارثرايتس. او في حاجه اسمها بيجمنتد فيلو نودولار ساينوفايتس. ادي كل انواع الارثرايتس ممكن تخالف. بايوجينيك بس دي خدناها لو تفتكروا، فاكرين الاوستيومايلايتس ماشي؟ وانا الانفلاميشن بيبدا فين المفروض هنا؟ في الميتافسس مش كده؟ ولا ممكن يسبريد لمين؟ للجوينت مش كده برضه؟ او ممكن يجي للجوينت بلاد. يعني ممكن طب البايوجينيك ارثرايتس بتيجي للجوينت ازاي؟ قال لك اولا دي بتعملها بايوجينيك بكتيريا زي اشهر حاجه ستافوريوس. طب ازاي البكتيريا توصل للمفصل؟ قال لي حاجه من اثنين، يا اما عن طريق الدم بلاد بورن، واحد عنده سبتك فوكس والبكتيريا راحت على الجوينت على طول، او عن نير باي انفكشن، واحد كان عنده بايوجينيك اوستيومايلايتس سايبرت اوستيو ايه؟ مايلايتس وراح على الجوينت نفسه. ماشي الجوينت بتبقى عامل ازاي؟ قال لك خدناها في الكومبليكيشن بتاع الاكيوت هيماتوجينوس اوستيومايلايتس. ماشي؟ قلنا الجوينت مليان صديد ماشي؟ وفي مايكروسكوبيكالي في كونجست بلاد فيسل وفي بصلز. الخطوره بتاعت البايوجينيك دي حاجه مهمه قوي. ايه هي؟ انها بيحصل لها هيلينج. اولا الصليب ده او التهاب الصليبي بيدمر المفصل بالكامل، الكارتريج والليجامنت تمام، وبيحصل حاجه اسمها هيلينج باي
بوني ادهيشنز او اسمها بوني انكيلوز. ماشي. كان في برضه تي بي ارثرايتس فاكرها؟ قالك بيحصل هيلنج للجوينت حاجه اسمها فايبرس انكيلوز. ماشي. التي بي ارثرايتس الجوينت مليان كيس ماتيريال. في البيوجينيك ارثرايتس الجوينت مليان بس. الهيلنج بتاع البيوجينيك بتهيل باي بوني انكيلوزس، يعني العظم بيلزق ببعضه مع بعض. طبعا الجوينت خلاص كده باظ كومبليت ستيفنس، ده بيغير نفسه مالهاش حل تاني. بتاع التبركلوزس بيحصل ايه؟ ادهيجن بين العظم ببعضه بايه؟ بفايبرس تيشو. هيلنج باي فايبرس ايه؟ فايبرس انكيلوز. في مشاكل؟ برضو هي مش مكتوبه عندك في كتاب الروماتويد والروماتيك، انا عملت لكم جدول برضو. ايه الفرق بين الروماتويد ارثرايتس والروماتيك ارثرايتس؟ بصوا معايا. هل اثنين واحد؟ قال لك لا، روماتويد ارثرايتس وروماتيك. حتى لو في عيانين يقول لك ايه؟ انا عندي روماتويد. تقول له روماتيك يقول لك لا انا عندي روماتويد واحده. بصوا يا شباب، الروماتيك والروماتويد الاثنين اوتو اميون كولاجين ديزيز. مين فيكم فاكر روماتيك فيفر بيجي في سنة في ايه؟ من كام؟ من 5 ل 15 صح مش كده؟ تمام؟ وذ ايكوال 6 انسترنس كده برضه؟ طب الروماتويد قال لك بتيجي في الميدل ايج فينيل. يعني واحده في سن الثلاثينات 35 سنه 40 سنه سن بتاعها. ده من دي الروماتويد. طب مين فاكر روماتيك فيفر روماتيك ارثرايتس كانت بتيجي في انهي مفاصل؟ كبيره ولا صغيره؟ هيب ني انكل شولدر البوريس صح كده؟ هنا لارج جوينتس. هنا بتيجي في السمول جوينتس. اوف هاند اند فوت. ماشي. فرق برضه تاني، يعني هنا بيحصل سويلنج في المفاصل بتاع الايد والرجل. ماشي. الثانيه بيحصل سويلنج في المفاصل الكبيره الهيب والني والانكل والشولدر والبو ايه والريست. يعني دي واحد سنها كبير دي عيال صغيره. ماشي. هنا بتيجي في المفاصل الصغيره روماتويد، هنا بتيجي في المفاصل الكبيره الهيب والني والانكل والشولدر والبو ايه والريست. ايه الكومبليكيشن بتاع الروماتيك ارثرايتس؟ الافكتد جوينت في الاول بيبقى هوت وريد وتندر مش كده؟ بس بعد كده ريزولف وداوت انكيلوزس. يعني المفصل بيخف تماما بيشفى تماما، لا في عم تكسير في كارترج ولا في ليجامنت بتقطع ولا اي حاجه بتحصل خالص. هيل وزود ان ادهيجن او زود ان ايه؟ كومبليكيشن. يعني عم يكون واحد جاله دور برد وراح. ده بتاع الروماتيك. الروماتويد بيتكسر المفصل كله. ازاي؟ بص يا عم، مين اللي جوه ده اسمه ايه؟ سينوفال ممبرين. بيحصل سيكننج وفايبروزس في السينوفال ممبرين. كان في كارترج هنا صح؟ ديستراكشن اوف ارتيكولار كارترج. بيتكسر كله. ويحصل هيلينج باي فايبرس انكيلوز برضه. وبيقول لك بيتكون جرانيشن تيشو على اطراف المفصل كده بيسموها فانس. اسمها الايه؟ البانس. يعني دي حاجه بيرمننت، المفصل اللي اتكسر خلاص باظ مع السلامه كده. يعني لو قالك ايه الفرق بين الروماتويد، الفرق الرئيسي بين الروماتويد والروماتيك. الروماتويد بتيجي في مفاصل الايد ماشي والرجل، الروماتيك بتيجي في مفاصل كبيره. الاثنين كولاجين ديزيز. الروماتويد بتيجي في الميدل ايج في ميل. الروماتيك بتيجي من 5 ل 15 سنه في يونج ايج. الروماتويد بتدمر المفصل بالكامل وبيهيل بفايبرس انكيلوزس. الروماتيك المفصل اثناء الاتاك هوت وريد وتندر بس بيهيل وزود ان ايه؟ ان كومبليكيشن. صعبه دي؟ في مشاكل؟ يعني الروماتيك في مفاصل كبيره ما بيجراش حاجه خالص. الروماتويد المفاصل الصغيره وبتتدمر من الاخر كده يعني. تمام يا اخوانا؟ في اي مشكله؟ ممكن يجي في الامتحان قارن. اصل دلوقتي الموضوع ايه؟ بقى يعني لو جينا على السنه اللي فاتت كان جاب مقارنات في الكتاب اصلا. قارن بين النفريتك والنفروتك. هيتسال السنه اللي فاتت. مفيش عندك في الكتاب مقارنه بين النفريتك والنفروتك خالص. جه سؤال تاني السنه اللي فاتت قارن بين الاوستيوكلاستوما والساركوما. مفيش في الكتاب مقارنه بين الكلاستوما والساركوما. ايه يعني بيقول لك قارن لي بين الروماتيك ارثرايتس والروماتويد ارثرايتس على ضوء الفهم اسم الله اللي انت فاهمه. ماشي. فهمت يا اخوانا؟ ممكن حاجه زي كده. هو بيعتمد على الفهم شويه الموضوع يعني. هو الراجل بيقول لك انا ايه؟ انا كان بيقول لك اشوف الامتحان يعني بيقول لك انا الامتحان كان عادي خالص يعني كنت بقول لهم يعني امتحان مفتوح اوبن مايند خالص يعني مش ملتزم بكتاب ولا حاجه.
اكتب اللي انت عايزه. ماشي، المشكله اللي ايه؟ ان محدش عارف كان يكتب ايه. ربنا يعدي على خير. في حته برضو ثانيه في الارثرايتس، تيجي تبص على المفصل تلاقي حاجه غريبه قوي، حاجه زي في اللاي كده او نديول جوه الايه؟ جوه المفصل. ماشي، بيقول لك براونش كده نديول، يعني لو جيت تبص في على المفاصل بتبقى عامله ازاي؟ تلاقي عامل كده. على فكره الصوره هتشوفها دي صوره من منظار، اسمها حاجه اسمها منظار ركبه. منظار ركبه يعني بيخش كده منظار، دي الصوره جوه الجوينت نفسه. جوه النيل، شوف شايفين المنظر عامل ازاي؟ حاجه كده براون يعني ايه، مصفر كده صح؟ يلوش براون كده جوه المفصل نفسه. في حاجات فيلا، بيقول لك ايه؟ فيلا لايك ستراكشر كده موجوده جوه الايه؟ جوه المفصل. ليه بيسموها بيجمنتد فيلو نودولار سينوفايتس؟ بالراحه كده نفهم؟ شو عامل زي الشعر كده وخملات كده جوه جوه الجوينت نفسه؟ جوه الجوينت نفسه. ده عباره عن ايه؟ قال لك عباره عن بروليفريشن بتطلع من السينوفال ميمبرين. كومونلي بتيجي في الركبه في النيل. سببها انون. بس والله يعني ايه العينين دول بقى عندهم هيستوري اوف تروما، يعني بيقول لك ايه كان مخبوط في ايه، ممكن يقول لك كان مثلا من كام شهر كده اتخبط في رجليه ولا بتاع، بس هل دي السبب؟ الله اعلم. ماشي، السبب العام بتاع ان هي ايه النون كوم اللي بتيجي فين؟ في النيل، وكوم اللي في المال. عباره عن ايه؟ قال لك ابدا نودولار او فيلاس ليجن جوه النيل جوينت. جم ياخدوا منها عينه تطلع من السنوفال ميمبرين، قال لك لا كلها من هنا ماكروفاج فيلت وذ هيموس ادريما. عشان كده لونها ايه؟ يلوش براون كده، واخده لون الايه؟ الهيموس ادريما يعني. ماشي، قال لك كلها عباره عن بلاي بتتكون منين؟ من ماكروفاج مليانه هيموس ادريما، سموها بيجمنتد فيلو نودولار ايه؟ ساينوفايتس. انا بس بقولها حته مش مهمه قد كده، بس انا بقولها عشان جت قبل كده في امتحان. تخيلوا جه لهم جه في شورت نوت، شورت نوت والله، على البيجمنتد فيلو نودولار ايه؟ ساينوفايتس. طبعا هم عرفوا ان هي ليه جوينت او مفصل من كلمه ساينوفايتس بس وخلاص. ماشي، بس يعني كلمه ساينوفايتس دي اللي عرفتهم انها ممكن تبقى ايه؟ ممكن تبقى مفصل يعني. بس كانت جايه من كام سنه كده الحته دي، بيجمنتد فيل نودولار ايه؟ ساينوفايتس. مرض ما مش معروف سبب خالص. كوم اللي بيجي في الركبه في الرجاله، ماشي، وهي عباره عن فيلاس لايك ستراكشر جوه السينوفال ايه؟ ممبرين، مليانه ماكروفاج وفيها مسدرين. دي اللي جابتها اكسل، دي كانت سؤال في امتحان مره، عشان كده بس قلتها يعني. خلاص فهمتوها؟ اندرو كراين. اندرو كراين. ولانف. بص يا بس نبدا بالسيرويد بس. لا اسمعني، ماشي، او من الاخر المهم عندكم في الاندوكراين هي السيرويد. السنه اللي فاتت حتى لهم امراض السيرويد، ماشي، ولغى الباقي كله. بس تعالى نتفرج بس مع بعض كده. بيقول لك في انفلاميشن في السيرويد اسمها ثايرويدايتس. ماشي، او اورام في السيرويد او جويتر. بيقول لك يعني ايه جويتر؟ قال لك جويتر معناها انلارجمنت اوف ثايرويد جلاند، بس لا هي انفلاماتوري ولا هي نيوبلاستيك. خدت بالكم؟ يعني بيقول لك ايه؟ دلوقتي في عندك التهابات، في اورام، في جويتر. ممكن يحصل انلارجمنت في الثايرويد تيجي التهابات. ماشي، دي انفلاميشن. انفلاماتوري انلارجمنت. ممكن انلارجمنت في الثايرويد تيجي اورام، والكاتاراكت في الثايرويد نفسها. ممكن حصل انلارجمنت في الثايرويد بس لا هي انفلاميشن ولا هي ايه؟ اورام في الحاله اللي بنسميها ايه؟ جويتر. ما معنى كلمه جويتر؟ نون انفلاماتوري، نون نيوبلاستيك، انلارجمنت فين؟ في الثايرويد جلاند. فيها مشكله؟ بيقول لك ايه سبب الجويتر دي؟ او ايه القصه بتاعتها؟ قال لي والله الجويتر في منها حالتين. بس الكتاب عندكم في حاجات معانا شالها من النص كده مالهاش اي معنى يعني، بس بصراحه يعني كانت مهمه في الكلام. الالارجمنت بتاعت الثايرويد جلاند لها يعني نون انفلاماتوري نون نيوبلاستيك، دي اسمها جويتر.
قال لي ممكن تبقى حاجه من اثنين، ممكن تبقى انلارجمنت ومعاها سايتوكسكوزس، او انلارجمنت ومعهاش سايتوكسكوزس. يعني قال لك ممكن تبقى سيمبل جويتر، ممكن تبقى توكسيك جويتر. سيمبل معناها ايه هنا؟ نون توكسيك. وقال لك مش فاهم يعني قصدك كلمه توكسيميا، والقصد توكسيميا هنا معاها ثايروتوكسكوزس او معهاش ثايرو ايه؟ توكسكوزس. فلو معهاش ثايروتوكسكوزس هنسميها سيمبل جويتر، يعني واحده جايه عندها الثايرويد متضخمه وكبيره وما فيش ثايروتوكسكوزس. ماشي، اسمها يو ثايرويد بيشنت. يعني كلمه يو ثايرويد دي؟ ماشي، ويز نورمال ليفل اوف تي 3 وتي 8 وتي 4، دي اسمها يو ثايرويد. ماشي، قال لك دي اسمها سيمبل جويتر. توكسيك جويتر قال لك في انلارجمنت في الثايرويد جلاند وفي انكريز الليفل بتاع تي 3 وتي 4، في الحاله دي اسمها ايه؟ توكسيك ايه؟ توكسيك جويتر. في اي مشاكل؟ قال لك بص، التوكسيك دي ممكن تكون برايمري وممكن تكون سكندري. الموضوع سهل قوي بس مش عارف الكتاب عاجبني ليه بصراحه، الموضوع جميل جدا بصراحه. يعني ايه برايمري وسكندري؟ يعني واحده جالها حصل لها انلارجمنت في الثايرويد جلاند ومعاها صارت كسكوس لاول مره. زي مرض اسمه جريفز ديزيز، اسمه ده؟ او اسمه اكزوفسالموس جويتر. حصل انلارجمنت في الجلاند وفي نفس الوقت في زياده في افراز مين؟ التي 3 والتي 4، دي اسمها برايمري توكسيك جويتر. سكندري توكسيك قال لك كان في انلارجمنت في الثايرويد جلاند، وكانت الانلارجمنت دي كانت سيمبل، كانت جويتر سيمبل اهي، مفيش تي 3 والتي 4 زياده. وبعدين قلبت بايه؟ بتوكسيك. في الحاله دي هنسميها سكندري توكسيك ايه؟ جويتر. تاني جويتر انلارجمنت اوف ثايرويد جلاند نون انفلاماتوري نون نيوبلاستيك. خلصنا من كده؟ قال لك الانلارجمنت يا معاها زياده افراز التي 3 والتي 4 ماشي، دي اسمها توكسيك جويتر. او حصل انلارجمنت ويز نورمال ليفل اوف تي 3 وتي 8 وتي 4، دي اسمها سيمبل جويتر. خلاص كده؟ طيب التوكسيك ممكن تكون برايمري وسكندري. يعني ايه برايمري؟ قال لك الجلاند كبرت وبتطلع تي 3 وتي 4 من اول مره. سكندري يعني كانت في الاول سيمبل وقلبت بايه؟ بتوكسيك. يعني سكندري لمين؟ ها؟ للسيمبل. فهمتوا القصه؟ في اي مشاكل؟ طيب قال لك طيب سيمبل جويتر، واحده واحده كده كل حاجه لها اسبابها. بصوا لو فهمنا الفكره بتاعتها الموضوع بقى سهل قوي. ايه موضوع السيمبل جويتر؟ قال لك السبب من السيمبل جويتر نقص الايودين. نقص الايه؟ الايودين. اكتب ايه اللي بيعمل نقص في الايودين؟ قال لي ممكن تبقى ابسوليوت ديفيشنسي او ريلاتيف ديفيشنسي. يعني ايه ابسوليوت ديفيشنسي؟ قال لك مفيش يود في الاكل خالص. ودول الناس اللي بايه؟ اللي بعيد عن البحر خالص. ماشي؟ اللي عايشين مثلا زي في الصين مثلا، الناس اللي عايشين في الهيمالايا والتبت والحتت دي كلها، كميه الملح، عارفين ملح الطعام، ملح الاكل ده هناك بيتباع زي الذهب كده في المناطق دي. ما بيبقاش عندهم الحاجات دي، الناس اللي هم بعيد قوي عن مناطق ايه؟ البحر، ومفيش يود في الاكل بتاعهم خالص ده. دول عندهم ابسوليوت ديفيشنسي. ماشي؟ عندهم تجاره الملح دي رهيبه هناك، يعني حاجه يعني حاجه لها قيمتها يعني. ماشي؟ نطلع عليه ملح بس يعني طرق صعبه يعني، مش حاجه سهله يعني. قال طيب ريلاتيف ديفيشنسي، يعني اسمعوا ودي مهمه قوي الحته دي. واحده كانت بتاخد النورمال انتيك بتاع الايودين عادي جدا، وجت فتره من حياتها احتاجت كميه اكبر. قال طب الفتره من حياتها اللي هتحتاج كميه اكبر دي اثناء الحمل. ماشي؟ بتحتاج كميه يود ايه؟ اعلى. يعني هي بتاخد النورمال الايودين بتاعها بس كان المفروض اثناء الحمل تاخد كميه اكبر، فدخلت في نوع من ريلاتيف ايه؟ ديفيشنسي. يعني هي بتاخد يود عالي بس مش كفايه ليها. فهمت قصدي؟ ممكن ما فيش يود في الاكل خالص، دي اسمها ابسولوت ديفيشنسي. ماشي؟ ممكن بتاخد النورمال انتيك بتاع الايودين بس جت فتره من حياتها احتاجت كميه اكبر زي اثناء فتره الايه؟ الحمل، فبتخش في نوع من الايه؟ من ديفيشنسي فتره مؤقته، وخلي بالكم المؤقته دي. وخلي بالكم ان هو مش على طول ابسولوت. يعني حتى اللي هو نوع الديفيشنسي اللي هو ما فيش خالص ده، ان ما فيش يود في الاكل، مش على طول. يعني حتى زي بتوع الصين دول، الجماعه دول، ما هو بيجي فتره من الفترات بيدي لهم ملح برضه زي كده. يعني في فتره ديفيشنسي وفتره انتيك، عشان هندخلنا في مراحل دلوقتي. يعني مفيش حاجه اسمها ديفيشنسي على طول، مفيش كلام ده، سواء ابسولوت او ايه او ريلاتيف. او بياخد ادويه بتانترفير مع الايودين ايه؟ ميتابوليزم. او في بعض الاكلات بتانترفير مع اليود زي الكرومب مثلا. عارفين الكرومب؟ ماشي. ده بيعمل ايه؟ ده بيسموه جويتروجينيك ايجنت، يعني بينترفير مع الايه؟ مع الايودين ايه؟ ميتابوليزم.
طب ماشي، واحده واحده كده. انتوا عارفين الافراز بتاع الجلد بيطلع ازاي او ايه الفكره بتاعته؟ في عندنا ثايرويد فوليكلز. بص الموضوع مهم قوي على فكره. الفوليكل دي جواها حاجه اسمها ثايروجلوبولين، صح؟ مش كده برضه؟ المفروض ان الثايروجلوبولين ده عباره عن قالك ده كومبايند فورم بتاع مين؟ ها؟ التي 3 والتي 4، مش كده؟ طب هو طب ازاي الثايرويد جلاند بتطلع التي 3 والتي 4؟ قال لك في ريسبتورز موجوده كده خاصه بمين؟ بالتي اس اتش، يروح على الثايرويد فوليكل في ريسبتور خاصه بيه يطلع التي 3 والتي 4 من الكومبايند فورم بتاعهم. ماشي؟ يعني الافراز بتاع التي 3 والتي 4 اندر كنترول في مين؟ وفي تي اس اتش، اللي هو اصلا جاي بيجي منين؟ من البيتيوتري. مش خدتوا كلام في فرما؟ يعني البيتيوتري بيطلع تي اس اتش يروح على الفوليكل بتاع ثايرويد جلاند. خلي بالكم الموضوع كويس قوي. يعمل ايه؟ قال لك بيطلع التي 3 والتي 4 من الكومبايند فورم بتاعهم. طب لما الليفل بتاع التي 3 والتي 4 يعلى يقل مين؟ ها؟ التي اس اتش. ماشي. يعني في حاجه اسمها فيدباك ميكانيزم. تمام؟ في اي مشكله دلوقتي؟ طب تعال كده مع بعض نبدا القصه. قال لك سيمبل جويتر، قال لك بتبدا كالاتي. بتبدا ديفيوز بارانكيمتس جويتر. وبعدين ديفيوز كولويد جويتر، اللي مكتوب عندك في الكتاب دي، كولويد مش كاتب دي خالص. بعد كده سيمبل نودولار جويتر. هو في الكتاب نط مرحله مراحل. جه على الثانيه، ما انتش فاهم دي جت ازاي اصلا. ماشي؟ يعني هو جه على مرحله قال لك ان في حاجه اسمها ديفيوز كولويد جويتر وفي سيمبل نودولار جويتر، ما ذكرش موضوع الديفيوز بارانكيمتس دي خالص. ايه الفكره بتاعته؟ تعالى نشوف مع بعض كده. دلوقتي اليود قل، ايا كان بقى سبب الالم بتاعه ايه؟ يا اما راتب يا اما ابسوليوت. لما هيقل اليود ايه اللي هيحصل؟ هيقل مين؟ ها؟ المفروض ردوا عليا، تعالى خطوه خطوه كده عشان نفهم ايه اللي بيحصل بالظبط. دلوقتي بدا نقص مين؟ ها؟ الايودين. فبالتالي مين هيقل؟ ها؟ هيقل التي 3 والتي 4، صح؟ طب مين اللي هيزيد بعد كده لما ده يقل؟ هيزيد تي اس اتش. مش كده؟ مش في حاجه اسمها فيدباك ميكانيزم. فيبدا الجسم عايز يحاول يحافظ على النورمال ليفل بتاع تي 3 والتي 4. خلي بالكم ان لا التي 3 والتي 4 قالهم ولا زاد. ماشي؟ العيال ايو ثايرويد لحد دلوقتي. طب ازاي بقى؟ قال لك بيبدا تي اس اتش هيروح على مين؟ ها؟ على الثايرويد جلاند. تفتيش جلاب من فوق اهو. لا صناعي تي 3 والتي 4 هتصنع من ايه؟ ماشي؟ فبيقول لك بتحاول تزود العمال بتوعها. مين العمال؟ الفوليكلز. هتزود مين؟ الفوليكل. فيروح على الثايرويد جلاند يبدا يزود عدد الايه؟ الفوليكل. فيحصل ديفيوز انلارجمنت في الثايرويد جلاند نتيجه انكريز الفوليكل. ان ريسبونس لمين؟ تاني اليود قل. لما قل اليود قل مين؟ ها؟ تي 3 والتي 4. فالجسم عايز يحافظ على الليفل، صح؟ فها مين اللي هيزيد؟ التي اس اتش بتاع البيتيوتري. هيروح على الثايرويد جلاند. هيروح على الجلاند، فقال لك في محاوله انها تزود او تحافظ بس على الليفل يا دوبك كده وزن نورمال، بتزود عدد الفوليكل بحيث اي كميه موجوده في الجسم تصنع منها ايه؟ تي 3 والتي 4. فهنا هي انكريز النمبر اوف فوليكلز. ماشي؟ يبقى ايه اللي حصل؟ البارينكما بتاع الثايرويد جلاند زايد، صح كده؟ ديفيوز، ماشي؟ انكريز في البارينكما بتاعت مين؟ الثايرويد جلاند، بيسموها ديفيوز بارينكيماتس جويتر. في اي مشاكل؟ قال لك بس خلي بالك هتلاقي الجلاند عامله ازاي. بصوا في ديفيوز سيمتريكال انلارجمنت في الثايرويد جلاند، وتيجي تاخد منها عينه تلاقي في انكريز النمبر بتاعت مين؟ الفوليكل، ومتبطنه بايه؟ بطول كولومنر سيلز كده، وما فيهاش تقريبا كلود خالص. ليه؟ اي كلويد بتصنع على طول بيحصل له ايه؟ رينيز، عشان تحاول تحافظ على النورمال ليفل بتاع مين؟ التي 3 والتي 4. خلي بالك هنا مين القليل؟ اليود. قال لك بس مش على طول. ليه؟ يعني الست الحامل دي اللي عندها اليود قليل هتولد، صح؟ هتقعد لها كام شهر كده وبعدين هتولد. فلما تيجي تولد اليود اللي هي بتاخده يبقى نورمال بالنسبه لها، مش كده؟ او اللي ما خدش بياخد يود فتره طويله ده، ماشي؟ جاله يود فتره من الفترات في ايودين انتيك. طب دلوقتي اليود جه على ثايرويد جلاند وهي مليانه فوليكلز، صح كده؟ ففرصه جت قدامها، صح؟ تروح الفوليكلز دي كلها واخده الايه؟ الايودين الموجود ده تحوله لايه هنا؟ لثايروجلوبولين. تتملى كلها بثايرو ايه؟ جلوبولين. فتلاقي الفوليكل بتاع الجلاند كلها اتملت ايه؟ ثايروجلوبولين.
كولويد اللي هو كولويد يعني. في حاجه اسمها ديفيوز كولويد جويتر. ركز معايا تاني. اليود قل. لما قل اليود قل تسريب تي 4. لما قل تسريب تي 4 ايه اللي حصل؟ زاد تي سي اتش. هيروح على السيروت جلاند هيزود الفولكل صح؟ دلوقتي الجلاند الفولكل فيها كتير جدا صح؟ دي اسمها ديفيوز باراكيمتس جويتر. الجلاند الضخمه الكبيره دي فجاه لقت يود. هي كان بقى كان بياخد دواء وقفه ماشي جويتروجينيك ايجنت. كان مثلا كانت حامل ولدت. كان مثلا في ابسوليوت ديفيشنسي وفجاه جاله يود فترات. ما برضه بتوع الصين والجماعه بتوع التبت دول بيجي لهم فترات بيجي لهم اليود ده برضه الملح ده بيجي لهم. فاليود جه وصل للجلاند وهي مليانه فولك المنظر ده. فتروح واخده كل اليود مصنع منه ايه؟ تسريوتي فور. ايه؟ سايروجلوبولين او كلويد ده. فالجلاند بقى اللارجت والفولك اوفر ديستندد ومليانه ايه؟ كلويد. فقال لك طب ما كده هيدخل في سايروكسكوزس. ما هتحاول الجلاند انها تطلع مين؟ كميه كبيره منين؟ من تسري وتي 4. بس الانفراز بتاع التسري وتي 4 ده اندر كنترول في ايه؟ في تي اس اتش ماشي؟ التي اس اتش كان عالي كده اول ما يزيد تسري وتي 4 يروح يقل مين؟ التي اس اتش. بقى في المرحله دي الجلاند ديفيوزد انلارجد وفيلد ويز ايه؟ كولويدز مش كده برضه؟ تمام؟ يعني المرحله دي جت بعد الديفيشنس بتاع ايودين. طب وبعدين؟ واحده بتولد و بتحمل وتولد تحمل وتولد التالت صح ديفيشنسي ديفيشنسي من الايودين وانتيك الايودين ديفيشنسي من الايودين وانتيك من الايودين. الناس اللي عايشين في المناطق دي ماشي فتره يجي اليود فتره ما يجيلوش فتره يجي اليود فتره ما يجيلوش. التاكس منين؟ من البارانكيمتس والكولويد. بارانكيمتس وكولويد تيجي الجلاند بعد كده يحصل فيه يتكون فيها نديولز. يتكون فيها ايه؟ نديولز. قال لك جلاند مش كده اللارجد السيمتريكال اللارجد اوف سيرو جلاند ونودولار وتيجي تاخد منها عينه لها عباره عن نوديولز بينها فايبرس تيشو وكل نوديول فيها فوليكلز مليانه ايه؟ مليانه كولويد. في الحاجه دي هنسميها سمبل نودولار جويتر. يعني الموضوع مراحل يعني مش ديفيوز او نودولار لا طب في الاول كانت بتبدا ايه؟ ديفيوز. ايه سبب الديفيوز الاولانيه خالص؟ كان ديفيوز بارانكيمتس لما اليود قل زادت تي اس اتش زود الفولكلز ماشي؟ فلما الفولكل زادت في كل الجلاند الجلاند ديفيوز لانلارجد بس سيمتريكال انلارجد مش مشكله خالص. تاخد منها عينه هتلاقي فولكلز بس فاضيه. ليه؟ اي كميه كلويد بتتكون تطلع على طول بره. خلاص كده ده في اول مرحله خالص اسمها بارانكيمتس. جه بعد كده خالة يود العينه دي او الشخص ده اليود راح على دلوقتي على جلاند كلها فوليكل صح؟ هتتملى كولويد. هنخش مرحله ثانيه ديفيوز كولويد جويتر يعني كولويد بعد باراكيمتس تمام؟ طيب في ريبيتد اتاك من انفليوشن والديفيشنسي بتاخد ايودين ومفيش ايودين بتاخد ايودين تقلب بعد كده حاجه اسمها ايه؟ سيمبل نودولار ايه؟ جويتر. فيها مشكله؟ صعبه؟ فهمتوها؟ طب ايه مشكله بقى السيمبل نودولار جويتر؟ جلاند انلارجد والريجولار مانزر ده. قال لي مشكلتها واحد الكومبليكيشن بتاعت مش دي اخر مرحله صح؟ يعني دي بقى خلاص النهايه سمبل نودولار جويتر. ممكن تبقى تقلب منها سكندري توكسيك جويتر. يعني هو في الاول ما كانش فيه زياده في فرز مين؟ التي 3 والتي 4 بدات الفوليكل ما تستجيبش للتي اس اتش خالص. طبعا المفروض يبقى الفراز تحت اندر كنترول في ايه؟ في تي اس اتش. افرزي ما تفرزيش افرزي جت في مره طب الراجل بقى قالت مش والله ما انا سامع كلامك تاني. فيحصل ايه؟ سكندري توكسيكويتر سايروتوكسكوز. اثنين كومبريشن. كومبريشن على ايه؟ مش الصاروخ جلاند دي قدام التراكيه والاسوفجاس مش كده؟ تطلع على التراكيه لو حجمها كبير قوي على التراكيه او الاسوفجاس ديسفاجيا مش كده؟ ودسنيا. ايه تاني؟ ريترو ستيرنال اكستنشن تمتد ورا الاسترنم وتعمل حاجه اسمها ميدياستانال سندروم بس دي حاجه نادره قوي. ان طبعا خلي بالكم ان الاسترنم عامله كده دي الكلافيكل الصاروخ فوق هنا في الحته دي لما تكبر تنزل فين؟ ها ورا الاسترنم ماشي. بتعمل حاجه اسمها ريترو ستيرنال جويتر وتدور على حاجات موجوده فين؟ في الميدياستاينم ودي حاجه نادره شويه. ايه تاني؟ يحصل فيها كالسيفيكيشن وهيمورج
ايه تاني؟ ملاك الانسان تقلب سرطان. وتاني مراحل السيمبل جويتر، مش بتكلم عن توكسيك، بقول مين؟ السيمبل جويتر. ماشي، بدات القصه كلها بمين؟ بنقص اليود. بنقص مين؟ اليود. ايودين ديفيشنسي، نقص اليود اللي حصل، ها، ديفيوز بارانكيماتس، الجلاند كبيره دي بس ديفيوز سيمتريك لارجر ومليانه فوليكل ما فيهاش كلويد. فهي ما فيهاش كلويد ولا الكلويد اتصنع وفضي على طول؟ ما بيلحقش اصلا. ماشي، يا دوبك اي حاجه تتصنع الجسم عايز يحافظ على الايودين، على التي 3 والتي 4 بتاعه. ماشي، عشان يا دوبك يحافظ على نورمال ليفل منين؟ من التي 3 والتي 4. كان دي فتره ايه؟ ديفيشنسي من الايودين. بعد كده خد يود. خد يود ازاي؟ حامل ولدت، ماشي، او كان عايش في منطقه ما فيهاش يود وخد فتره مؤقته جاله فيها اليود ده، او ما كان بياخد نوع من الادويه او اكلات معينه وبطلها. ماشي، تمام. تخش في مرحله تانيه، الجسم جاله يود مره واحده دلوقتي مع الثيرويد الضخمه الكبيره مع الفولكل الكتير، هتتملى كلويد. يبقى اسمها المرحله دي ديفيوز. هي ديفيوز برضه مليانه فولكل، بس الفولكل اتملت كلويد، يبقى اسمها ديفيوز كلويد جويتر. ماشي، ازاي؟ ازاي كده؟ كبرت خلاص، عايز عمليات بقى. ماشي، عايز يخش في عمليه كده دلوقتي. هنا مره ماشي، انما بعد كده الموضوع مستمر. نقص اليود قلب ايه؟ ديفيوز بارانكيماتس جويتر. بعدين ايودين انتيك، صح؟ اعمل ايه؟ ديفيوز كولويد جويتر. بعدين ريبيتد اتاكس من ايه؟ من النقص والانفليوشن قلب ايه؟ ها، بسمبل نودولار جويتر. طب وبعدين؟ ما دي اخر مرحله بقى، ايه اللي يحصل بعد كده؟ ممكن تبقى حاجه من الاثنين، صح؟ حاجات صعبه قوي، يا سرطان يا توكسيك. ممكن سيمبل نودولار جويتر تقلب بكانسر. ماشي، الكانسر فين؟ في الثيرويد جلاند. ممكن السيمبل هي كانت سيمبل، صح؟ تقلب بتوكسيك بقى، تقلب بسكندري توكسيك ايه؟ جويتر. غير بقى الحاجات اللي هي ايه؟ ميكانيكال، تضرب على التراكيه، تضرب على الاسوفجاس. فهمت القصه عامله ازاي؟ فهمتوا يا شباب؟ تمام، دي بالنسبه لمين؟ للسيمبل نودولار ايه؟ جويتر. طيب التوكسيك يعني ايه توكسيك بقى؟ ها، يعني توكسيك جويتر. اخر حاجه ليها معاها ايه يعني؟ ها، يعني ايه كلمه توكسيك جويتر؟ معاها انكريز في التي 3 والتي 4. ماشي، معاها ثايرو توكسيكوزيس. يعني قال التوكسيك ممكن من البدايه توكسيك، او ممكن كانت سيمبل وقلب التوكسيك سكندري. ليه؟ ليه بقى؟ سيمبل ايه؟ ديفيوز ولا نودولار؟ نودولار. اصل النودولار ده اخر مرحله. ماشي، من حوالي ديفيوز بارانكيماتس، صح؟ بعدين ها كولويد، وبعدين تاني ديفيشنسي، وبعدين كولويد ديفيشنسي، وبعدين كولويد تقلب بعد كده بسيمبل نودولار ايه؟ جويتر. يبقى ممكن تبقى سكندري توكسيك، سكندري ايه؟ للسيمبل. ماشي، سيمبل نودولار او برايمري، اسمها جريفز ديزيز، او بيسموها اكزوفسالموس جويتر. دي سهله جدا. يقول لك استنى، هو اصلا في السيمبل جويتر ايه اللي خلى الجلاند حجمها يكبر في الاصل؟ ايه يعني ايه اللي خلى ايه اللي راح خلاها تكبر؟ تي اس اتش، صح كده؟ اكتب التي اس اتش هيروح للجلاند خلاها كبرت، صح؟ عمل هايبر بليزيا مين للفوليكل. اكتب ايه رايك لو انا اديت الجلاند حاجه زي كده شبه التي اس اتش؟ ماشي، بس في نفس الوقت مفيش فيدباك ميكانيزم. يعني ايه الكلام ده؟ التي اس اتش بيطلع منين؟ من البيتوتري. فلما نروح على الجلاند لقى التي 3 والتي 4 رجع نورمال، خلاص هو نفس الليفل بيرجع نورمال تاني. طب لو انا اديت للجسم حاجه زي التي اس اتش كده، ماشي، بس مالوش اي فيدباك ميكانيزم، قال لك هيروح على الجلاند هيخليها تكبر وتطلع التي 3 والتي 4 بكميات كبيره جدا، ومهما زاد التي 3 والتي 4 هو مش هيقل. ماشي، بيحصل سبب التوكسيكوز. فهمت القصه عامله ازاي؟ وصلت؟ يبقى هنا جراند انلارجت وفاسكولار واكتف، وفي نفس الوقت ما بتقلش الايه؟ الافرازات بتاعتها. تمام، طب ايه الحاجه الغريبه؟ قال لك ده اوتو اميون ديزيز.
اوتو اميون ايه ديزيز اللي هو الجريف ديزيز ده. ايه القصه بتاعته؟ قال لك بيطلع في حاجه اسمها لونج اكتنج ثايرويد ستيمولاتنج اميونوجلوبولين. اسمه تاني ها لونج اكتنج ثايرويد ستيمولاتنج اميونوجلوبولين. حتى بصوا انتي بودي اوتو انتي بودي ده بيعمل ايه ده؟ قال لك بيروح على الثايرويد جلاند هيعمل حاجتين اتنين، هيزود النمبر بتاع مين ها؟ الفوليكلز وهيزود السكريشنز. دلوقتي في انلارجمنت وفي انكريس فين؟ في السكريشن. يبقى دي توكسيك ولا سيمبل؟ رد عليا توكسيك ماشي يا اخوانا. يبقى دي اسمها برايمري توكسيك جويتر لان من البدايه الانلارجمنت معاها زياده فين؟ زياده في الافرازات. انتوا يا اخوانا دي اسمها جريفز اي ديزيز. طب الجلاند عامله ازاي؟ جروس ومايكروسكوبيك. قال لك جلاند انلارجت وفليشي وفاسكولار. طب ليه الكلام ده؟ عشان بتفرز اكتف. قال لك الجلاند اللي بتيجي تفرز عموما او فيها زياده في الافرازات بتزيد الفاسكولاريتي بتاعتها. طيب مايكروسكوبيكال قال لك انكريز الفوليكلز. طب واخبار الكليه جواها ايه؟ يعني الكليه كتير ولا قليل؟ يعني الجلاند في انكريز نمبر اوف فوليكلز صح؟ ماشي. وساعات بتلاقي كمان في ليمفوسايتس موجوده، ما ده يعتبر اوتو اميون ايه؟ ديس اوردر موجود. بس بتلاقي الفوليكل فيها ايه؟ اخبار الكليات جواها ايه؟ بين كولويد. بين ديفيشنت كولويد، ليه؟ ما بيلحقش يتخزن. وبيقول لك في حاجه اسمها اوتر سكالوبنج. يعني ايه اوتر سكالوبنج دي؟ هو دلوقتي لما بنيجي نصنع الكليات بنعمل ايه؟ بصوا الفوليكل اهي. المفروض هنا في ايه هنا؟ كولويد صح كده؟ قال لك التصنيع او لما بيجي نطلع التي 3 والتي 4 من الكومباوند 4 بنبدا من الاطراف ماشي؟ هتيجي تبص على السلايد بتاعتك بتلاقي في فراغات موجوده بين الكولويد مش بامبا كده كولويد صح كده؟ بتلاقي فراغات بيضاء كده بين الكولويد والخلايا. ده بيسموه اوتر سكالوبنج. ليه؟ قال لك هنا هنا بدايه افراز مين؟ التي 3 4 او بدايه الريليز بتاع التي 3 والتي 4 من البريفري بتاع مين؟ بتاع الكولويد هنا. فالفراغات البيضاء اللي موجوده هنا دي ده دليل على اكتيفيتي بتاع سكريشن او سكريشن ايه؟ اكتف. فبيسموها سكالوبنج. في بريفرال سكالوبنج يعني في فراغات بين الكلويد والخلايا الموجوده دي. دي بتنديكيت ان في اكتيفيتي في الجلاند. بتنديكيت ان في ايه؟ اكتيفيتي فين؟ في الجلاند. طب لو لقيت ان الجلاند عامله كده الاسماء عامله كده والكلويد واصل لحد الاطراف معناها ان هي نورمال مش هتشوف الاطراف يعني مفيش هنا زي الافراز بتاعت السيرو ايه والتي 4. وجود السكالوبنج ده معناه ان التي 3 والتي 4 بيطلع من الاكتف فورم من الكومباوند فورم بتاعه وما بيلحقش يتخزن. ده قصدي ايه؟ ده بيسموه اوتر سكالوبنج. ده موجود في الجريفز ايه؟ في الجريفز ديز. ايه المانيفستيشن بتاع المرض ده؟ ايه مشكلته يعني؟ قال لي اول حاجه الجلاند حجمها كبير فممكن تضغط على حاجات موجوده في النك، كومبريشن على ستراكشرز موجوده فين؟ في النك، ديسفيجيا، ديسنيا بتاع. حاجه ثانيه بيقول لك اكس اوف سالموس. طب ايه علاقه دي بالابز اوف سالمس صحيح؟ يعني دلوقتي واحد عنده مشكله في الثايرويد صح؟ في لونج اكتنج ثايرويد ستيمولاتنج اميونوجلوبولين. قال لك الشخص ده عنده ثايروتوكسكوزس. طب ايه عرض الثايروتوكسكوزس؟ تاكي كارديا، هيت انتولرانس، ماشي، لوس اوف ويت، تمام؟ اللي بتاع دوت ليد لاك، نيرفسنس، تريمورز، دي ثايروتوكسكوزس. وعنده اكس اوف سالمس. فالشاف يسالك ايه علاقه الاكس اوف سالمس بموضوع يعني؟ بس انا والله شايف بيقول لك ايه علاقه الاكس اوف سالمس بالموضوع يعني؟ مش هي اسمها اكس اوف سالمس جويتر صح؟ ايه اللي عمل اكس اوف سالمس؟ هاتوا له بروتين مكزوما منين ده؟ جه منين؟ ايوه قول قول ايه؟ عامله ازاي يعني؟ قال لك اللونج اكتنج ثايرويد ستيمولاتنج اميونوجلوبولين بيزود الفايبروبلاستيك اكتيفيتي فين؟ اللي موجود في الاوربت مش عموما يعني. فبيقول لك ايه؟ بتزيد كميه الفايبرس او الكونكتيشن الموجود في الاوربت مع الديبوزيشن في حاجه اسمها ميوكوبولي ساكرايتس.
بتترسب فين؟ ورا الاي بول، فبتزوق الاي بول لبره. اه يعني انت قصدك ان اللونج اكتن ثايرويد ستيمولاتنج ميونوجلوبين بيعمل حاجتين دلوقتي. الحاجتين دول بيروح على الثايرويد جلاند خلاها تكبر وتطلع تي سي وتي 4، ويروح على الانسجه اللي موجوده في الاوربت يزود الفايبروبلاستيك ايه؟ اكتيفيتي، يزود الكونكتيف تيشن الموجوده على الاي بول. مع شويه ميوكوبولي ساكرايد بيعمل بروفيوجن لمين؟ للاي بول بيسموه اكزوبلاست. يعني القصه كلها هنا في اللونج اكتن. على فكره ساعات بيسموا اللونج اكتن ثايرويد ستيمولاتنج ميونوجلوبين اسمه الثاني اكزوفسالموس بروديوسنج سابستانس. او كان ليه اختصار ثاني كده اكزوفسالموس بروديوسنج سابستانس. اسمها كده فهمتوا؟ في مشاكل؟ يبقى في مشكلتين دلوقتي عند الشخص ده، عنده سايرو توكسكوزس وعنده اكزوفسالموس. الاثنين سببهم مين؟ اللونج اكتنج ثايرويد ستيمولاتنج ميونوجلوبين. ال اي تي اس ده مفيش نو فيد باك انهبيشن، مفيش اي حاجه بتوقفه، ماشي؟ على طول ايه؟ بيكتب. صعبه؟ في اي مشاكل؟ فهمتوا الجول؟ ده يعني في الميدل ايج، ماشي يا اخوانا؟ وعامه مشاكل الثايرويد جلاند كلها كومون في الفيميل. فاكرين الجول بلادر؟ فاكرين الجول بلادر؟ يقول لك ايه 4 اف فيميل فاتي 40 فيرتايل. مشاكل الثايرويد كلها كومون في الفيميل، بس في ورم كده الميل زي الفيميل، اسمه يعني نوع من الاورام اسمه انابلاستيك كارسينوم. بس عامه كل مشاكل الثايرويد كومون فين؟ في الفيميل. في مشاكل جويتر مش جويتر كله كوم فين؟ في الفيميل. لو انت يعني عايز ايه تسكنه في دماغك يعني. خلاص يا اخوانا؟ صعبه؟ بص عشان عايز نعمل مقارنات النهارده. شرايح فيها كلاكيع، اجارات فيها كلاكيع، اجارات فيها دواير، حاجه غريبه كده. احنا بنتكلم عن جرائد الليمف. ليه ميوما؟ بص معايا. جرات الاسبرين. قال لك كلها عامله زي الهلال كده. في جرات نصين وجار نص واحد. كلها هلال مقوسه كلها كده. النصين قصاد بعض مقفولين على بعض. ده تي بي، مليار تي بي. انفاركشن، سبلينيك انفاركشن. نصين بعيد عن بعض وعكس بعض كده، هلالين برضه، ده اللي هو المليار الكبير. جار في نص واحد بس كده، عامل زي الهلال كده مقوس كده، ده اسمه هودجكن لنفوم. خلاص كده فيها مشكلة؟ تاني جارات الاسبرين، جار في نصين. مقفولين على بعض، ماشي؟ هلالين كده، ماشي؟ ده انفاركشن في الاسبرين. نصين بعيد عن بعض، ده مليار تي بي. نص واحد بس وفي كلاكيع صغيره كده، ده اسمه هودج. صعبه؟ صعبه. ركزوا معايا بس، ركزوا. عامة يا اخوانا تي بي، ماشي؟ في جارات تي بي بتلخبطنا شويه. ايه هي؟ في جار اسمه تي بي لينفادينايتس. وجار تي بي ابيديدمو اوركايتس. خلاكوا حلو ده ميل وده ليه يعني يعني اسم الله يعني هعرف ازاي ان هو ميل اصلا. ماشي. جار تي بي لينفادينايتس اثنين شبه بعض بس فيهم في ايه فرق بسيط جدا. التي بي اولا التي بي عامل ازاي؟ قال لك بتلاقي كلكيعه كده في الكلام في نود يعني عموما، ماشي؟ وبتلاقي في كده ايه؟ دوائر كده صغيره. التيبركوس لينفادينايتس عباره عن كره واحده كده، ماشي؟ فيها كلاكيع صغيره كده بيضاء، ماشي؟ الجار بتاع الابيديدمس ده عباره عن كورتين كده جنب بعض وفين برضو الدوائر الايه؟ البيضاء، ماشي؟ في مشاكل؟ وفي جار تاني كله عباره عن كلاكيع بيضاء بالمنظر ده كده كلها متصله ببعضها برضه فيها الكلاكيع الصغننه البيضه دي. يبقى تاني الجرات اللي فيها البقع البيضه دي ده كازيشن اليلو شيرز دي.
ممكن تبقى كره واحده تبين الفجوات، ماشي، ممكن كتلتين جنب بعض برضه فيهم نفس النقطه البيضاء دي، تي بي بريدم اوركايتس قطعنا نصين، ماشي، تيست عباره عن نصين، او كله عباره عن كور كده متصله ببعضها الريجولر كده كلها، دوائر 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 دوائر، ده تلبس ايه؟ مزفرك. في مشاكل؟ وفي برضه بس مش محتاج مقارنه، الكليه اللي فيها تي بي مش قصه، ده كليه 2.5 واحد، انا بتكلم اللي فيه متشابه ببعضه. في مشاكل؟ طيب. طب نتفرج على الدور الاول كده بسرعه كده، بصوا وبعدين نشوف حاجه ثانيه. برضه انا بكرر تاني، انت بتشوف الجار اكتر مني، انت واقف قدامه، عايز انت بقى علمته بخيط، الجار شو اسطواني، الجار ده حجمه كبير شويه، خلاص مش من الجار ده مكسر من الجنب، براحتك. انا بقول عموما الحاجات اللي انا شايفها كصوره قدامي او حاجه متصوره قدامي، ماشي؟ بص معايا عشان تعالى يا دكتور. طيب ايه هو ده؟ سبليريك انفارش، هلالين مقابلين لبعضهم كده. بص بص كده، بص بص، شايفين الكتلة البيضاء الصغيرة دي؟ ده الكازيشن، ماشي؟ الكورة كده وفيها البقع البيضاء دي، يبقى دي تيبي لينفادونايتس، خلاص كده؟ ماشي. عشان بصوا انا هعمل لكم تجميعات جرات بقى، جرات الكور الصغيرة، جرات الليفر بتلخبط مع ايه؟ جرات الرئة بتلخبط. فيها مشكلة دي؟ طب بص دي كده. بص برضه بص اسمع. ايوه نصين بس فيهم كتل صغننه كده نقط، ده برضه كازيشن، ماشي؟ هلالين كده بعيد عن بعضهم عكس بعض، ميلي ريتيكولوس. حتى البقع البيضاء بتاع الكتير برضه موجود اهي، بس هنا مش هتخبط مع لخبط مع الانفلود، لا مش مع الانفلود ازاي بقى؟ ايه دي؟ ها؟ اللي كلها دوائر دوائر كده بالمنظر ده وملزقه ببعضها. تيبس ميزنتريك اسمها ايه؟ تيبس ايه؟ ميزنتريك. بس طبعا ورا مش موازي قوي، شوف من ناحيه المقطع احسن. بصوا معايا. لسه هجمع لكم جرايد الميلانوما. ماشي؟ قال لك ديت عباره عن كورتين سمر صغيرين كده. بس دي هتلخبطنا بتاع الثيرويد برضه، ماشي؟ الثيرويد برضه فيها كور سمرة صغيره كده، بس يعني عموما كورتين سمر جنب بعضهم كده، ماشي؟ دي ايه؟ ميلانوما، ميتاستاتيك ميلانوما في الانفيرود، ميتاستاتيك ميلانوما فين؟ في الانفيرود، كورتين صغيرين كده جنب بعض، ماشي؟ مربطين بعضهم كده بايه؟ ب زي كونكت تيشو كده او شويه دهون كده بره كده. تاني برضه دايما الميلانوما دوائر صبرة، حتى الليفر لو تفتكروا الميلانوما فين؟ في الليفر برضه دوائر ايه؟ صبرة كده. في بنكرياس هوريكم افرق عليهم دلوقتي. ايه يا اخوانا ده؟ هوتشك النص واحد زي كده اهو. طيب بص كده الجرار دي، بص وفيهم كابتس كده، بصوا واحد يفتكر ان دوت الايه؟
العفريت لا ماشي ايوه اخوانا انت وانت واقف قدام الجار خلاص ما في الامتحان بترمى قدامك فوز جار تانية او بتعمل شيفت على جار ما تفكر في ايه ماشي نحاول دلوقتي ايه نقرب الصوره بعضها شويه ده جنب ده جنب المنظر عامل ازاي ده كان اسمه ايه ده ها برضه في واحد شكلهم استنوا كده ده احنا قلنا ان الجاي ده كان اسمه ده بتاع اوفر صح؟ سيستا دي مكان اسمهم امال ايه ده؟ فهمت القصه؟ دي حاجه كده فراغات اهي عشان برضه انت ايه بقى؟ وفي بتاع البايلونفرايتس فاكرينه؟ البايلونفرايتس اللي هو الايه؟ الابيض رايح في الجار ده طيب حاجه ثانيه برضه بصوا على كده ايه ده؟ ايه مش مزنتريك صح مش كده؟ بص ها تليف لنفلو صح كده؟ لنفادرايتس ميليا تليفيل سبريم بس ده مش لخبطه ايه دي بقى؟ دي تعتسس بقى مش كده؟ نصين صغيرين كده ايه برضه فيهم بقع البيضه دي ماشي بصوا ديت بس عشان نقارنها بده هي هي اللي ممكن تلخبط معاها اللي هي الايه دي بس دي واحده بس مش كده الثانيه نصين نفس البقع البيضاء نفس مظهر البقع الايه البيضاء موجود بس واحده نص واحد واحده فيها ايه نصين اسمها التيوبركلس في حاجات في النص كده بيضاء بس وده مقطع في التيست مع الابريدنس ماشي يا اخوانا؟ ما هو البتاع اللي في النص ده اللي بين الكورتين ده ده مين ده؟ الابريدنس في فراغات ده قدامه كده ماشي يا اخوانا؟ طب بصوا دي كمان جرات فيها دهنة ده قلب صح كده؟ ده قلب مقفول ده ايه؟ كفايه الديجنريشن فين؟ في الهارت فلتريشن في الهارت جرف ضخم جدا وفي كتله دهنه كبيره جدا ده بريست وساعات بتلاقي النبل كمان موجود ماشي جزء النبل من الكتف بتاع البريست والايه والنبل ده جرف اخوانا بقول جرات فيها دهن ماشي حاجه ضخمه قوي يعني اصحابي يكتبوا هارت ولا حاجه طيب قال مش عارف اهو ماشي نبي موجود اهو ماشي دايره طب بريست فهمت يا اخوانا في جار مقلوب كده تحت برضه كده ايه في النبي بس موجود بقى خلاص الجار في دي هنا كبيره ده في حته الجلد والنبي ده بريست ما عادش اكتبوا هارت بس الله يكرمكم. ايه ده؟ ليه ما يوما وفيها فات تشينج صح كده؟ طيب. ماشي. حته دهنه صغيره. لايبوما. دينا صغيرة كده حاجة لونها اصفر كده في قلب الايه؟ الجار ده جار ايه؟ ليبو لما جارة الدهون هي دي جارة الدهون المشهورة عندكم اسمعوا معايا كده ركزوا معايا بقى جارة في حتة دهنة قلب ما خلاص ده فات انفلتيشن بس قلب كامل في بقى طبعا نص القلب هو النص ده قصة تانية مش هيلخبطني في حاجة حتة دهنة كبيرة وفي نبل بريست خلاص كانسر بريست ماشي اللي هو الدايره وحته يوترس كده وبتاع فاتت تشينج فين؟ في يوم حته دهنه بس صغيره كده لايبوم اسمها ايه؟ لايبوم انا بقى بصوا انا مش 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 عامل سكيما لكل حاجه لوحدها بتلخبطني مع ايه دي؟ دي حته دهن دي فيها دهن اصفر دي لونها اصفر ايه اللي بتلخبطه مع ايه؟
قدامك ولاقي حته دهنه كده قلب الجار. طب بص لك كده، بص معايا. اهو كده يا سبحان الله، ست درجات طارت، ست درجات طارت. ليبوما برضه، جار تاني ليبوما برضه عنده. بص الناحيه التانيه، بص الناحيه التانيه عامله ازاي؟ لكن ده مفيش اكتر من كده. فهمت يا اخوانا؟ وبعد كده دي تلخبطك مع الليوما يوما بتاع الهارت بتاع اليوترس انفاكت تشينج. لا بس خلي بالكم من حاجه، تعال بس اعمل لكم حاجه الاول. الليوما يوما كان دايره وفي جزء من اليوترس موجود صح؟ في مختلف. دي عباره عن او في اللي هو كمان بتلخبطك مع الليوما الجار المقلوب. يعني في جار عندكم عامل كده. بصوا في جرعه عامل كده بالمنظر ده، في كوره لونها ايه الكوره دي؟ اصفر، ده يوترس بس دي لونها اصفر ودي لونها ايه؟ جريش كده، ده لون اليوترس العادي. دي بقى عامله زي بس عامله كده كلها لونها ايه؟ اصفر. ماشي؟ ده لايبوما وده فات تشينج فين؟ في اليوم يوم. فهمت يا اخوانا؟ ماشي، ما هو دي حاجه تلخبط. خش اللجنة ايه ده؟ هارت ده ولا ايه نظام ولا عامل ايه ده بتاع؟ في واحد بصوا المقلوبين دول هم اللي لخبطوا. ده عباره عن كتله ضخمه كده من تحت ومن فوق مشبوهه كده. لايبوما بس كلها صفراء. هنا بقى في كره صفراء وفي حته ايه لونها ايه مختلف شويه كده عن الباقي. ماشي، ده ايه؟ ده فات تشينج في لايبوما، هم دول اللي ممكن يلخبطوا مع بعض. بس ليه مقلوب؟ نشوفهم تاني كده بسرعه. شوف عامل ازاي؟ كله اصفر ماشي؟ بص بقى ده، دي خلاص دي مش بتلخبطش مع اليوترس اصلا، دي برضه مش هتلخبطني، اليوترس معدول صح؟ بص هنا اهو، دي ايه؟ فايدة تشينج في ليوم يوم، الثانية ليوم. خلاص قلنا؟ في مشاكل؟ صعبة؟ شوفوا كده مع بعض كلهم تاني بسرعة. أنا مش هستحمله يعني، مش هنضيع وقتين. ده كده إيه ده؟ ده الهارد خلاص ماشي. مش هلخبطني في حاجة إن شاء الله. ها؟ الكتلة بس في نبل مش كده؟ خلاص بقى مقلوب من تحت بالجنب مش قصتي. ده إيه؟ كانسر بريست تمام؟ بس برضه الكتلة الضخمة الكبيرة فيها فات. ليه ما يوم فيها فات تشينج؟ برضه ليه ما فيها فات تشينج؟ ايه ده؟ الصفرة اللي ادينا دي ها؟ جار في حتة الليبوما صح؟ ودي برضه ايه؟ ليبوما. خلاص كده؟ طيب بص معايا. ايوه بص. ماشي؟ في بينين فاتا لايتس مش كده؟ امال دي ايه؟ ميلانوما وفيلم فينوم صح كده؟ ميلانوما فين؟ كورتين سمرا اهو. نديول زي كلها. دي ميلانوما بنكرياس. ده بنكرياس اهو مش قدامكم. ده اسمها ايه؟ ميلانوما فين؟ البنكرياس. جرات فيها دوائر سمرا. السبلين ما فيهوش كلام. السبلين ما كانش فيه جار، فيه دقيقتين سمر كده، ما فيش كلام ده خالص. الدوائر السمراء ميلانوما. ليفر ميلانوما ليفر، يعني عندك بصوا في جارات ميلانوما ليفر. في ميلانوما لينف نود وفي ميلانوما في بتاعت الايه؟ البنكرياس دي. دي جارات ايه؟ ميلانوما. كلها دوائر ايه؟ سمراء. ماشي؟ والايه؟ والهارت. انا بتكلم بص اصل مش هيلخبطني الهارت. يا جماعه الهارت مش هيلخبطني في حاجه. بس الهارت ايه؟ هو بهارت مقطوع وفي نقط سمرة من بره مش قصه. انا بتكلم في دوائر كبيره سمرة هم دول. ليه في نود ماشي؟ وعندك بنكرياس
وعندك الايه؟ سبلين اير لينف نود وبنكرياس وقلنا مين كمان دلوقتي هنا؟ وليفر. بس برضه الليفر مش قصه. بص قلنا مين دي؟ دي ما تاخدش معايا حاجه صح؟ نص كلام قلب الجار ها؟ مين اللي هم في الليفي نود نصين جنب بعض اهو سمر خالص دايرتين دوائر سمره كبيره ميلانوما. طب اقول لكم حاجه دي ليه في نوت؟ ده جار اسمعوا ده جار فيه دوائر سمره كبيره صح؟ الدوائر السمره الكبيره دي ميلانوما. الليفر ينفع الليفر؟ اولا جار الميلانوما بتاع الليفر مش كده ده كتير جدا يعني لو جينا نبص نفتكر مع بعض الليفر كان عامل ازاي؟ كان حته طويله كده صح؟ وكلها دوائر سمره. ما لخبطنيش مش كده؟ ده ميلانوما فين؟ في الليفر. الليمف نود دايرتين صغيرين جنب بعض. متوصلين كده بايه؟ بالياف من فوق. اي جار تاني البنكرياس بقى تلاقي حته كده تحت كده حتى واخده شكل البنكرياس كده الهيد بتاعته والانسلت بروسيس وكورتين فيه. دي اسمها ايه؟ ميلانوما بنكرياس. بس بص هو القصه كلها مش اندوكراين او غيره. وانت في الامتحان اللي جار اندوكراين يا ريت لو كان بيحط لك تيست في الامتحان كنا قسمناها بقى جارات الاندوكراين جارات الرينال جارات كذا. انما انت عندك جار اهو واحد اندوكراين على واحد ليفر على واحد معرفش كذا وده في كور سمره وده في كور سمره هتلاقي العمليه عجلت بعد كده ماشي. جارات الدهون طب ما الليبوما دي مالهاش دعوه باي حاجه باليوترس خالص. ليبوما مع فات تشينج في ليفر مع بريست كلهم فيهم دهنه. نبدا اخوانا تروح المتحف مشكله في كده انك بتبص مثلا سيستم جارات الرينال جارات الاسبيراتوري جارات ممكن تلاقي جار في النص شبه ده مش عرفك فاهمين؟ طب ما واحد يقول لك طب ابيديدمس وفي او اوركايتس تبركلس اوركايتس وتيبي ليمف يا عم ده ميل وده ليمف هو هيجيب لك اسم السيستم لو قال لك ميل جينيتال خلاص يبقى ده الايه اوركايتس. انا مش كاتب حاجه ده شبه ده بالظبط ماشي يا اخوانا. يبقى ده بقى ايه ده البنكرياس. استنى بقى شويه كده. اصبر بس فاضل دور وده. بص معايا كده. فاضي. تعالى نسكن دي. اسمعوا انا مش بقول جارات الثيرويد انا بقول في كور دوائر ماشي. جار في دايرتين سمر توصلين مع بعض لونها ايه؟ اسود. ده ايه ده؟ ده لا دايرتين جنب بعض صح؟ ميلانوما في لينف نود. دايره سمراء واحده بس سوليتري مديول في ثيرويد ماشي. لونها اسود او بني غامق كده عامله شبه الميلانوما. الميلانوما كان كام دايره؟ اتنين جنب بعض دايره واحده بس ماشي او دايرتين في قعر الجار كده ومش اسود ولا حاجه فيهم حاجات لونها ايه جريش كده وحاجات مبيضه شويه فيها زي كالسيفيكيشن كده برضه نوديول بس مقسومه نصين يعني هنا جايب نص واحد هنا جايب ايه نصين بس مش اسود في حاجات مبيضه كده فيه في زي ايه؟ لون مش نظيف كده. او دايره واحده وفيها بقع بيضاء. ده كان ايه ده؟ التيبين في الانفينوت. دايرتين فيهم بقع بيضاء. توصلين بقى في كابتس في النص كده. ده بتاع ايه ده؟ تي بي برضه بس ايه ها؟ اوركايتس. معاه؟ او ال ده خلاص ده احنا عارفين اللي هو البنكرياس ده اللي فيه ايه؟ دايرتين سمر ده. ده برضه ميلانوما فين؟ في البنكرياس. ادي دوائر كور ماشي؟ كورتين سمر ملزوم في بعضهم متعلقين مع بعض كده ميلانوما في الانفينوت. كرة سمراء واحدة كده غامقة كده
ده مين هنا؟ السوليترين ديول، مفيش غيرها اصلا. ماشي، دايرتين وفيهم حاجات لونها ابيض كده، ابيض في النص. ماشي، ده ايه ده؟ السوليترين ديول، ابيض على المخضر كده كمان. بس ديت ديول واحده نص واحد، دي نصين مفتوحين. قال لك ما دي هتخبطني مع دي، هو دي متعلقه في نص الجار، دول مرميين في اخر الجار. دول نهاية اسود، دول مش اسود. ماشي. قال لك شفناهم ليمفادينايتس، اوركايتس او ميلانوما فين؟ في البنكرياس. طب نشوفهم كده مع بعض بسرعه. هم برضه مش هيحطوا اسماء السيستم مش كده؟ ما قالوش ان هم يعملوا حاجه زي كده يعني. بص معاك بسرعه يلا نشوفهم يلا. ده قلنا ده خلاص زهقنا منه. على فكره في نصين بس مقابلين لبعضهم. يعني بص في ناحيه واحده في كل ناحيه، يعني بص نص اهو شايفينه، في نص ناحيه ثانيه برضه اهو. بس بتاع التستس جنب بعض. خليك بالك من الكلام ده. يعني ده في نص ونص برضه ثاني، بس ايه قصاد يعني اوبوزيت لبعضهم. وشكل بعض بالظبط. ده ايه بقى؟ ثايرويد ولا ميلانوما؟ ميلانوما. ميلانوما بس فين؟ في البنكرياس. كرة واحدة؟ لا مش كده. سوليترا ديول. سوليترا ايه؟ ثايرويد ديول. كرتين في قعر الجار. حاجات مبيضة وحاجات مخضرة كده، بص مزرعة عاملة ازاي؟ تهدي يا عم الكاميرا عم. حتى ما ينفعش ميلانوما خالص يعني، التاني كلها اسود كده. دي برضه ايه؟ نديول بس مقسومه نصين اهو. طيب بص كده معايا دي. طب رقم ده معايا كده بسرعه. وحش. الامتحان قرب، الامتحان قرب. ها؟ خلاص في سبلين. تي بي في ليمفي نوت. مليار تي بي في سبلين. تي بي في سبلين. ميلانوما في ليمفي نوت. بس كده هو. Okay.